إلى أن يكون بيننا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف كوحي رواشي محمد المصالح العثيمين: والمندوب مندوب كاللغة من جهة اللغة حق اللغة المدعو، وكان ليس هو ياري شيء ليس هو ياري ألا يرادا مندوب وحال يرادا مندوب المدعو إليه أيها المدعو إليه مركز وحال يقول سمي حدف يا إيصال جار مجرور كيا وحاوين جار كيا الحد إلا دي الحد ضمير كي كريا صاري ضمير كي ضمير مسطر إسكان نغوار نحكا كريس إلا ميل ميستيه كري إلا وضمير متصله مستطر اسكن نغضا مركا المدعو اي المدعو اليه شيخ الله اسكو وياري الا الى هذا مندوب واللقاهان تاسو واصطلاحا من جهة الاصطلاح حقا اصطلاحهان ما الذي كيوي مندوبك امره امر به ماك الشارح الله شرع الدجيها وحي امري وي لا على وجه الالزام سلازمين اوصلوا امري وامري ووحوين حطان بالايس امرين عبادة من نقضين الا مندوبك وعضاء ضاع انا وحال الى هذا امتثال الاوامر وشيء ضاع امر الله سميعو ضاع على الرد مركا مندوبك وا شيء شارع امري لكن واجب هو دوين هي لا على وجه الالزام لازم وجهك لوما امر او لما لها سمي هذا ان سمينا ولا لو عقاب لما دي سمي ام بالي هذا كا تكتنا اجرت كوين ما لو عقاب ما وذلك مثال كي كرواتب واسنوين كراتب كا هو كلي oo salaadaha faradka la socda afarta ka horeeyda duurka labada ka dambeeyda casirka afar ka horeeyda magribka laba ka horeeyda laba ka dambeeyda kuwaas oo kale weeye faqaraacha waxa ku baxay hadeer ihtiraasina marka faqaraacha waxa ku baxay bi qawlina hadalkeena aan niri ma amara bihi shari'u ma shay weeye amara uu amray bihi maaga ash-shari'u al-muharramu abhay illa muharram shari'u ma amrine wal makruuhu kila ka hada abhay إلا مكروه شرع وما أمرين إلا سمعيه ما أمرين والمباح شيء مباح هابحي إلا مباح سمع شرع وما أمرين هلا سمعيه مرين يعني سمعين مرين مباح سكوي صدح ذا صابحين مركي ليروحي شرع وأمرين وخرج وحاكو بحي بقولنا قول كان لا على وجه الإلسام السلازين شارع وما أمرين الواجب واجب كيا بحي على سمع شرع وأمرين لسكن سيل إلزام وأمر وأن لغا تجي كريم والمندوب مندوب حد اثر كيسي وشيغا ام حكم كيسي مندوب كحكم كيسي ام اثر كيسي ايو شيغا والمندوب مندوب يثاب ولا اجر سي فاعله قف قسميه وحن للثواب كوحا لو ادكسد الجزاء الحسن وادعي كرت ان لو ادكسد الجزاء السيئه لكن مع قرينه قل هل انبئكم بالشر من ذلك قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وقضب عليه وجعل منهم القردة مركا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة مركا مثوبة تتحاكى الرأي بشر نكار الرأي وقرينة كتوسة إذا إنا اتهاي جساء سيئة سوى ما جيد مركا واللوئة ذيك سداء لكن قرينة الله سعود ويري مركا مندوكي وشيغة يا أثر كيسي أما حبون كيسي والمندوب مندوب يثاب والله ثوابه والأجر سيفاعله قفك سمية امتثالا لأجل امتثال أصمي وإن أصمي أمر قاد الشؤ إلهي رسولك إساك أمر قادنا ولا يعاقب لما عقاب تارك قفك كتغي قفك كتغي دوسا استهزاء وكتغينو استخفاف وسن وكتغينو وإسكدهيو سبو آمسانين عبادة الدين أي طيب سنة دانو لا عقاب ما قولك أسي جمهورت قبان قولك لو كيري الدون وكال قاداي أوله sunnada hadaad mid ka tagto lagu ciqaabimo midna salaatul duha iska day ma lagu ciqaab ama witrka iska day laakin sunno tan hadaad iska ilaalido jinsu sunna wa iska ilaalina taas waa lagu ciqaaba faata iska ilaalida al-fahmi karim ha saas qawlu keri doona shaadib u leey qawlkaas u keri doona marka waa xukunkeedin waa saas magacyadii uu sheegay marka manduubka wa yusamma huwa manduubka waxa lagu magacaabaa marka manduub awl adeeyay waxa ku dartaa sunnatan wa masnuran wa mustahaban wa naflan ku dar marka afar magac oo kale ku daray shan magac ayuu ka dhigay
وحاصرا عند الجمهور واسكمت واسماء مترادفة على شيء واحد. الشرح شرحي الثاني متكلبي الثاني قاص من الاحكام احكام تكمل احكام التغليفيه تغليف كلونس بي المندوب ومندوبكي الثاني متكلبي ثاني قاص من الاحكام احكام تكمل احكام التغليفيه تغليف كلونس بي المندوب ومندوبكي وفيه مندوب كي كسغنادين خمس مسائل مسلوي شرح شن مساله لوغه حدل مندوب شن دينا لوغه حدل الاولى مساله وورا اذا تعريف وقيحد صورت حدكيس ان لا شيغو لا قيحو وهو مندوب في اللغة اللغة بحر بحال أهادي المدعو إليه وشيء الاسكوير شيء الاسكوير اللي ركال شيء سمي كاسا وحا لرداء مندوب مركا وحا وين مطنقة المدعو أيهد أول شيء مسؤول كالكو هذا مكي مطنقة اللي تشوفي تيور رضا إنو كوشيغو وحو كويد وحدي فوالحد في الجار والمجرور من باب التخفيف وبابك اللي رداء الحدف والإيصال بابك اللي رداء الوسمي تلحت في الضميرك وهذا هنا اتصال وحلحت في وجه المجرور وجارك بس الى ذلك اللي لحت ما الى ذلك لحت في ضميرك ضمير مستتر اسكن نقط الاول بناء الفاعل وهاي مركز التخفيف اللحت في ومنه مدعو كاسو كمد هذه يريتان كاسو كمد هذه قول عنيف بن قريط العنبري في كده دي جري عنيف بن قريط العنبري هذا الكيسي ويرى لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان قبيلة سيو فاننا قبيلة أكو فاننا قبيلة لا يسألون موديان أخاهم ولا الكودة كأدى الشيء حين يندبهم مركة أغيارو في النائبات بعدوينك على ما قال وحي أغير برهان فلتش أموديان أنا هدو سوء أرضو وليار غير هبلا مير هدان وحالة جاسدة وحورت مركة روالة سوء بحية مركة وحي هلا آجل هاي هلا آجل كده سوار سلام معناه هو جاهل رسم عرفت جاهل رسم قوي قولي يا قبيله بس امانته وحا كميت ولالك بقفك دو يا وريار رير ولا ولا يغسد او يرهدو ما يرهدان هدا سي وحتك ما با قدرن لا قدر هي ساوح مقين حاكو ودعي ما يرهدان وبكاي بوبانو ليس قدر يا هو جاهل ان ضل وين كارو دعو كو مكاسكو امانه لا يسالون ما ويديا اخاهم ولالك حين وقت يندبهم ويرو مركو ويرو يرو ورير ريرو وركالي في النائبات مصائب كدعين ويرو النائبات وبعدوين كمصائب كا في النائبات بعدوين كمركو ويرو على ما قال وحي وير برهان حجه ما وديان كان دليل كان ان قرد لا قدري ما يرهدان ما يرهدان مركو ويش بحال شيد كوالك حين يندبهم انت اصلا لقداس لا ربا معناه ما له خير له ولا فرق وفرق يا عمر دحيو فيه مندوبك عند الاكثرين علماء اصولين بدنكود بين ان يكون انه هذا المدعو اليه شيء لا اسكو يرا مهما مهم انه هذا او لا انه صحاني واسكو ميد شيء حتى قفكه لو يرا ولا يرا مندوب وقيده مندوبك وكو قيدي الامدي سيف الدين الامدي بان يكون انه هذا المدعو اليه كان لا اسكو يرا مهما وقال مندوب وحوال بلميرة مندوب وحوال بلميرة مركز شيء مهم أهل سوية مركز بس مندوب ليرة ساس وسوكو قيري وفي استلاحي وهو مندوب كي سو قدر في الاستلاحي في استلاحي الأصوليين حالة أهادي وهو مندوب كي في استلاحي الأصوليين أصوليين تستلاحوا ذا حالة أهادي ما الذي كيوي أمر أمر به ماغا الشارع والله شرح الدجيها لا على وجه الإلزام سن لازم أقوصاً أمرين ومعترزات وحيالها لا يسكئل علينا كما تقدم في الواجب وواجب سيدكو صار مري أجب كان إلا سوء قاني ما أمر به الشارع مركا ليري وحاب حي محرم كي مكروه مضاحي حتى نصدح ليه بحضي عدى قوله شيق قولك سوحي كصهري وآه لا على وجه الإلزام قولك أسمعان انتك لي سيدي واجب كي يلمدهين أولوغ احترازة صدح لي واجب كي لوغ احترازة أولوغ احترازة فإنه قول كان أو أهلا على وجه الإلزام إلا أنت لصعدت مندوبك فإنه قول كاس قيد وقيد قيد كاسو يحترس إسكاق إلالينا شيقو به قيد كعن الواجب واجبك واجبك يا مكاس من اللوغة احترازة إلا واجبك أسوى على وجه الإلزام يؤهاي أنت سيكوك للدوين تاسوى مسألة كبادة اللوغة حضل مندوبك والتحريف كيسا الثانية مسألة اللوغة مندوب اللوغة حضل أمثلة ومثالة ديسا مثال الذي سبل إيه وحلقة شيئه وصعه وواسعيه الشارع الله شعيد دجيها
لعباده الدومدي سوى واسعي درق الثواب أجر كودوينك اللغو قارة ودوينك أجر كاللغو قارة وأب اللاري كميرين كميرين وفتح وأفري لهم للعباد الضمد أبواب الخير الباب الخير وأفري تنضات سميدان أجر كيريدا تنضات سميدان أجر كيريدا أب إلى الصحابة قال كل أيامين رسولك الله قيرك وأبو بطي بل إرشيك هل شيء يمسك قدقوا من عن هذا الله عز وجل من عن كليه كله هذا ترى كان لقاه الله كانوا كسيب بعض بل شيء أم كله عرب كابو يصدق رجع إلهي كقلال نقول النبي صلى الله عليه وسلم مرك إلهي بأفرع الباب هذا قير الضمديس فكثر وبديه شارعه فكثر وبديه المندوبات مندوباتك في أبواب العبادات عبادات كبابيال كده وكبديه والمعاملات معاملات كبابيال كده وكبدي أو وحوين مندوباتك وحوين عبادات كانوا وكبديه معاملات كانوا وكبديه معاملات كانوا وكبديه ومنها مندوبات داس أي كميدة هذين الاستفتاح فرفرشادة في صلاة صلاة إحدى الوقوف فرفرته دعاء ومنها مندوبات كاس أي كميدة هذين دعاء الاستفتاح فرفرشادة دعاء في صلاة صلاة إحدى الوقوف فرفرنا مركا قفكو صلاة دحرته الله أكبر ويرادو وحوين سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إيا دعوين كتفراها بدنا وكالع وحوين كسو أراري وحي كميدين سنوين كاس مندوب كي كميدين إيا والرفع اليدين كعمو كر لقضة في صلاة صلاة دحرين وقفكو مركو صلاة دحران أيو الله أكبر إنو يراد مركو الركوع أيو الله أكبر إنو يراد مركو سجود أيو مرمار يسو أرارت أيضا لفتر كيديو لكن بدنا عبا مدنيشين marka salaada lagu jiro in gacmaha kor loo qaado waxa weeyeen ayaduna sunnooyinkaasi kamid ah sunnooyinkaas ayay kamid marka suuir iyo wa salaatu duha barqinki salaada la tukado sunnooyinkaasi kamid iyo waqtisaalo in loo qubaysto lil ihram qofku markuu xaj iyo umra xirana marka aad rabto xajki inaad xirato ama umradi aad xirato intaadan xiran oo inaad soo qubaysato sunnooyinki ay kamid iyo wa kitabatu dayn في هذا عبادوين انكو اسوق بناي معاملات كنا واكنا ايه وكتابة الدين دين كإن لقره ان دين تل لقره واب آيات دنبا واب آيات اقول دير بقرآن كبا وحي كهالا يدابة دين كإن لقره دين كإن لقره ايه والإشهاد ان مرقات الله سمعي عليه على الدين دين كإن مرقات الله سمعي ايضا اسل آيات كهالا مقفك مركو الدين قف مسلما كاقات اما قفك لك قاتو دورا به مركو الدين قاتو ان مرقات الله سمعي واشي صنع ومندوب إيه وعلى الرجعة نينك قبضة مركو سوء عشان إنو مرقات أسامي في الطلاق الطلاق بحديث لقول رجعيست نينك حاسكي سيف فوراي هدو سوء رجع إيه السنة وإنو لما مرقات أسامي وأشدو دوي عدل منكم وآيات قرآن وإن حديث عمران من حسين بل واب واجب سيدا رجعة لكن شرط مطح يا مثلا كلا هو هدو واحد ويان شرط الصحة إيه واجب الله بكلا مركا قبضة marka waxa weeye ninkii sameeynaaya rajciyo oo islaam u fariiso ishana ilaahay quraanka waa amray wa ashidu dawai hadd min imran ibn husayn nina u yimid oo yiri islaamti waan furay marqaati uma sameeyin waana surri istimara u sameeyin wuxuu yiri waxa weeyaan dalaaq aad ku furtay iyo rajciyada labada sunnad waa kala hadda u sameeyin hadda u sameey marka waxa weeyaan in loo sameeyo waxa weyn aqwaasha ahlul ilmiga gabal waa waajib yiraahdeen gabalna waxa yiraahdeen waajib ma aha waa sunna marka qowl ka soo qaata ila misal uma meesha laga rabaa waana qowl ahlul ilmiga kamida aqwaashu waxa laakin muhiim ah waxa muhiim ah al mandubat laysat ala darajati wahid mandubat isku darajo ma aha ma seenna al mandubat laysat ala darajati wahid isku darajo ma aha minha سنة مؤكدة قالوا على رأس سنة مؤكدة حاله يقان ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي الدائمي إنه تتكبرين ورد عذابا سيدا خواطبت سنة سنوين كراتبة أوسى النبي كتاكي جرين حقعة الفجر إيها هو أسيطاق نادي وليبا ويترك تاسو كرا سنة مؤكدة لرادا وحان اللي يقان قاعدة ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم waa sunnada nabigu laazimay oo uusan ka tagi jirin iyo sunna qeyru muakkada qeyru muakkadana waxaa lagu yaqaana ma lam yuwaadib aliha nabiy kasiyami tadaw sunka sunnada oo kale
waxa weeyaan Aisha waxay tiri Nabiga sallallahu alayhi wasallam mar waa soomi jiray ila aan tii raahno ma afurayo maalma marna waa afur jiray ila aan tii raahno ma soomiyo marka inuu ma barkay tii jiray ama ah taas ma wadan qayb sadexaad ay jirto la yiraahdo fadilatu wa adab ah fadilatu wa adab oo kutubu sunna markay qoraayaan kitabul adab ay qoraan kitabul adab ay qoraay taas waa maxay waxyaalaha caadada qaabka sunnada xamadu u sameeyo midal in wax la xuna asal iyadu iska caadi gaari musulma wax waaqan laakin qaab nabigu u xuna waa sunna soma fadilatu wa adab ala rada taas sawma jeedid muakkada iyo mukhaffadina laba yiraahdo adab ala rada marka adab al-mufrad bukhari wadan kitabka uu ka qoray misaladaas ba weeyo wa adab fadilatu wa adab ala rada taas oo kale qaabku u seexi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam qaabku u soo toosi jiray qaabku suuliga u galay qaabku uga soo baxay qaabku misaati u galay qaabku uga soo baxay qaabku dadku u salaamay marka sunanku saddexdaas ayay u qaybin ahay cilmigu sunna muakkada oo taat nabigu wuxuu laazimay sallallahu alayhi wasallam gairu muakkada kuwa marna sameey jiray marka ka tagi jiray iyo fadilatu wa adab oo ah waxyaalaha aadadka ay dadku sameeyaan qaabka sunnada ah nabigu u sameeyay sallallahu alayhi wasallam oo adab ay leeyahay marka isku darajo ma aha الثالثة مثلا صدح إذا أثره ومندوب كرات كيسا معناها أثر كيسا وحكم كيسا اللي ولدت إذا وحكات على معنا المندوب مندوب ينظر على فيرنا له مندوبك من جهتين لبعدنا على فيرنا لبعدنا على فيرنا الأول أنه مندوبك يصاب والأجر سينا فاعله قفك سمية بنية التعبد إلى عبد نية ذنكو سمية قفك سمية أسأل إلهي كو عبدية وعليك أجر سينا أنه مندوبك يثاب والأجر سينا فاعله قفك سمية بالنية التعبد إلى عبد نية ذاتك سمية كما تقدم سيد الموغوس وهرمارك في الواجب الثاني وجك الله بهي وكال الله قهد الله أنه مندوبك لا يعاقب الله عقاب ما تاركه قفك كتك وقرر وحو السقي التقريري الشاطبي إمام الشاطبي وكتاب كيس موافقات كي أصول فقه فائدة بضان وهو وين كنت تقريري ان المندوب مندوب ديسا لا يعاقب لا عقابه هو شخصي على تركك تديسا من جهه الجزء حق الجزء معناها هل شيء هذو كتقوا سمده كامله مثلا صلاه الضحى يكتب امس مركو سيحن ميدكت انو سيحن يكتب لا عقابه ان اسلا قرقر ودا انه واقع على سمده طب كتقت لكن عذاب اخركم مدمي لكن ادون كان لو عذاب دعي كتب قف كادوسن آدابته ku seexan marka ka waxa dhacayda dib inuu qarow inta qorta loo galo waxa haddii adduunka dib kala kulmo soo ma jeedin qofku waxa weeyaan culimadu ay ku midaliyaan dad kuwa calmaniinta wala diiniinta oo yiri ma jira cadaabul qabr waxa yiraahdeen cadaabul qabr ma jira xaddu tiradan kaasi waxa yiraahdeen de uma jeedno qof meeshan ku dhintaan ma tanan fiireyn wax cadaab ayana ma hayno ah marka waxa la weliga ma nasiixato adkaar adoon ku seexan ha marka gabal calow iyo balaayo qorto ku gashaado hurdaay haa marka gabal ayuu hurdaay aad dhibaato ku qabsay calaarad maaga macalalka tukuf dhibaato wariyaha ku soo gurmada dadka agtaaga jooga haysleey ku fiiraa wax ka raaxaysay idin ninka adna nafta kugu takwara moqta kaarta ka tag waa dhibant marka idib silaas adduunka inaad kala kulanta waa dhacdaa laakin cadaab aakhira ku mudamayd kaartaas aad ka tagto kale wa qarrara wusugay ashaatibu shaatibi أن المندوب مندوبك لا يعاقب إن العقاب ينقفك على تركه مندوبك كتغديسة من جهة الجزء حق الجزء معناها قيب كميدة هدوكا تقولي مركز يروا وأما من حيث الكل أما حق الجزء أهان فإنه مندوبك يأخذ حقادنا حكم الواجب حكم الواجب حقادنا فالإخلال لمتانك به مندوبك لقمه ومعناها لقا وضطقه مطلقا كالقادلان حاله يهي كالإخلال لمد لقمه يلمده بالواجب haddu qofku ay sunno dhan ka tago inuu leeyahay waa ciqaaba waxa la sii iskaga ilaaliyo sunnooyinka dhan ana waxa dhici karta inuu leeyahay nooc istighfaaf ay ku jiro sababta sunno dhan sunno waqti tiradi ka bad sunno tiradi ka bad saad ku soo galay tukama iska fariisa dii la adima tukama way sugan aqinka waajibka dii la tukado iska taga waxa weey qofki ka soo baxay salaam calaykum dhima wax sunnaa akta saarina marka nooc istighfaaf inuu ku jiraa dhici karta kulli لكن أصل واحد إنه صنّد وحلو عدالة. الرابعة مسألة أفريدا. الله قاعد له مندوبك اسمه هو معيالك. معيالك مندوبك. يسمى ولا معابا. المندوب مندوبك بالتردد في إسفنجريت. سنة الله معابا. التردد هو أسماء
oo ayuu alfaadu kala duwan tahay musammuhuna isku mid yahay ah musammihi yahay isku mid taas ayaa leedahay taraduf asmaadi waa balantu way kala duwan yahay lafdigu musammuhuna waa isku mid yusamma wa la magacaaba al mandub mandubka bi taradufi sunnatana lagu magacaaba wa masnuunana lagu magacaaba wa mustahabana lagu magacaaba wa tatawwuana lagu magacaaba wa naflana lagu magacaaba wa lix magac weey mandub sunno masnuun mustahab tatawwu nafl inda jumhur usuliyin hanafiyadu iska ilaalin usuliyin tabanku wa ayagu kala qaadaya isku mid ma sunnaba kala ayagu way si xojinay wa ka tagida laga tag waxay ka dhigayaan كراهة التحريف ماركا أيوة كدوين الخامسة مسألة عشان أيضا أن المندوب مندوبك مأمور بيوه على الإسلام مسألة عشان الوحي تأشتير إذا الشيء مندوبك مأمورا وين مأمور وين على الإسلام وين مأمور نحن نقول أنه مأمور يهي لأنه طاعة وطاعة لا تكون إلا بامتثال أمر الله هالمندوب كرة طاعة مية daacna jirto aan ahay wax lagu amray waxa lagu amrayna dad ibaadada ugu sameeyay xal ila magaceeda bid'a ha daacaa lagu dirin hadaa sameeyo bid'a leedahay marka waxa weyn manduubku waa shay maamuur ah la is amray laanahu daa'a wala takunu daa'a illa bimtithari amrillah marka waxa weyn waa maamuur waa shay la is amray al khamisatu an al manduuba manduubku maamuurun bihi waa shay la is amray وهذا أمر كان يؤخذ وحا لغا قادنا من قول شيخ قولك في التعريف وكير تعريفك من دو وحا لغا ما أمر به الشارع ووحي الشارع أمري شارع والله نبيكون هو مبلغ ومدك جارسية ومدك سوء جارسية شارع لكن وحا شارع قدتنا والله وهو هو ذلك أدو العلين كون المندوب مأمورا أدو العلين ومعناها اللي سوف فهمي وهو إنو مندوبكم مأموري هاي مذهب جمهور الأصوليين وأصوليين تب معدم كود مذهب كود قارة ديدان أوله مندوب مأمور مع حيال وحا إسديد إليهن أمركو إلزامو كينا ما قرأتي شيء سنة هون معها شيء ملزم ولسو لازمي لكن قولك صوابك وقول كود مركز سوير وهو أي كون المندوب مأمورا إن مندوبكم مأموري هاي مذهب جمهور الأصوليين وأصوليين تمعلم كودة مذهب كودة ويدل وحا تصي عليه أي على كونه مأمورا إنه مأمور يهي قوله إلهي قول كيسا تصى تعالى الله واصر يهي إلى وقول سبحانه إن الله الله يأمروه أمرا بالعدل عدل عدل إن الله سمع إلهي وأمرا عدل يقول وواجب والإحسان إن الله سمع فلو ضفك الله سمع فلو وناك لسمع إلهي وأمرا إحسان كان وحا وين قارنا وواجب قارنا وصن قار وصن وغير الشيق والعدل عدل واجب وواجب والإحسان إحسان كنا مندوب إليه ومثل صنعيه لكن إحسان كنا مصنع ما هني وبالوالدين إحسان وواجب إحسان كقبل واجب وقد أخبر الله إلهي وكشيغ في الآية آيات أنه الله يأمر إنه أمره بهما بالعدل والإحسان لبضب إنه إلهي أمره إلهي نوشيغ مركا شيغا سنبا ومأمور فدل وحنا تسي خبر كاس الله أن المندوب مندوبك مأمور به مثل أمره إنو ياهي ساس أيو نتس مركا تاسوا استلاحة سنو يمندوب معنه لكن وإن أدوغات وحويان سنبا استلاحات بضانو كريلة فوق هذا أمسي أصوليين نمانك أصوليين تا وحا أي مندوب يخاني أما سنة يخاني واساس عن سوشيال لكن وحا ترى استلاحات بضان أو كلا أو سنة أو إليه أو لكل مقام له مقال على هذا فن كستو تشوكتان وحا كان هتاقنا مثلا وحا وين مركا لتشوكو كتب العقائد السنة هدي لنا محل لتشي ما يقابل البدعة لتشي وإذا سأتدرد إذا كتبها سلف أي قرآن العقيدة محل لدي تشري كتب السنة السنة لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أو كلام وسو ما جدي وحن ربا وحوين عبد الله بن إمام أحمد عبد الله ابن إمام أحمد أو كلام هي وحوين السنة لابن أبي العاص أو كلام ترى لي كبرتين مركا السنة وحوين للمزن أو كلام مركا وحوين سنة مركا اللي يراه ذو أو اللي تشوفوا عقائدك وحين لو أدك سدى ما يقابل البدعة وواحد بدعة كسور جدا مركا السنة مركا سبحانه قوله وحي القرآن في السنة وافق يمنه في الصحابة تاسوا معي
fuqahaada aan usuliyinta ahayn sunna markay raadaan waxa ila jeedaan ma yuqabil alwajib wii wajib ka soo jeedo wajib ahayn soo ma jeedid marka la adilada laga hadlaayo oo leena aladilatu alkitab wa sunna sunna halu la jeeda waxa ween quraanka ma yuqabil alquraan wa hadiski dhan qawlki nabiga fiilki nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo ikhraarki nabiga fuqahaad inta soo jeedaan fugu marka sunna yiraahdaan fuqahaadu waxay la jeedaan aqwaasha nabiga afaasha nabiga iyo ikhraarka nabiga muhaddisiintu sunna marka yiraahdaan mid afraad ay u sii jeedaan wali saddexdaas iyo waxay u jeedaan sifada nabiga sifada nabiga marka mar walba bal mararka gabal as sunna ay inta la yiraahdo ah waxa loo jeedaa ma nuqil cala nabiga hatta waajibku ku jira marka wa dariiqii nabiga dhan hatta waajibku ku jira sida Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma asagoo janaasa ku tukanaya oo faatixada akhri waana la jahr kor u akhri sida loo jahr xisha oo faatixada akhri markaasu markuu la jaaray uu yiri li ta'lamu annaha sunnah waxaan la jahray inaad ogaataan inay dariiqii nabiga tahay sallallahu alayhi wasallam as-sunnah waana waajib faatixada akhri janaasa soo wajid waana hadith sahih bukhari ka ku suugan marka sunnah marka la yiraado hadma maqaam ay leedahay tan waxa weeyaan aan hadda soo ogaanay waa istilaahi usuliyin fuqahaadu markay joogaan as-sunnah maxay loo jeedaa ma yuqabilu waajib markii la joogo kutub al-aqaaid as-sunnah maxay loo jeedaa ma yuqabilu al-bid'ah marka adilada laga hadlayo kitaab iyo sunnah la isku cadfo maxaa sunnah loo jeedaa al-hadith ma yuqabilu al-quraan hadithkii loo jeedaa mararka gabalna waxaa lagu idlaaqaa macnaha afraadna waa maxay ma nuqil aan nabi sallallahu alayhi wasallam oo dariiqi nabiga dhan loo jeedo sallallahu alayhi afar taas istilaaxo kaleena waa inaad wax ka xasuusataa qala al-musannifu musannifku wuxuu yiri wal muharramu shayga muharram ka luqatan min jeeti luqa haqa luqa ahaan al-mamnuu waa shayga la diiday muharram luqada carabiga waa shay la diiday mamnuu wey al-mamnuu wa silaahan min jeeti istilaaxa ka istilaaxa ahaan maladii ki weeye naha uu reebay aanu xaqiisa ashaaricu allah sharci dijiya wixii uu reebay alana muharram ala wajhi ilzami si laazimina uu reebay oo yiri sinnaba lama samayn karo kaas alana muharram bi tarki ka tagid la isku laazimiyo bil ilzam ka ku taaluci bi tarki ka tagid la iska taga laga tagana la isku laazimiyo hodi taa marko sharxay hadu bi tarki taa xol lama baahnay sababtu annahiga laga fahmay maanaha sidiba nahyi xal raba soomaahan darabu tarki marka tarki kale xad u keenay nahyigaaba laga fahmaa tarki oo marba hadaa tiri nahyi macnaheedu waa maxay darabu tarki tagitaan in la dalbado wey marka bi tarki aan dambe way iska ziyaad u dhihi rabaa waana sidaas marka waxaa la yiraahdaa istilaah ahaan maakinaha u reeraan xaqiis ashaaric cala wajhi ilzami bi tarki isku laasimiyo wadaalika mithalki ka uquuqil waalidayn walada waalida lagu xasi garabo kale xayaraan oo muharram ka ah mithalkoodii wey taasuna mithalki ihtiraasaatii u galay faqaraadka waxaa ku baxay biqowlina hadalkeen aan niri maanaha anu shaaricu wixii shaaricu reebay alwaajibu waajibkii yaa baxay ilaa shaaricu ma reebina waaba amray walmanduubu manduubkii yaa baxay manduubkii shaaricu ma reebina waa amray walmubaaxu mubaaxi yaa baxay mubaaxina shaaricu mana reebin mana amray marka waa wixii uu reebay dilera mubaaxi waa ka baxay saddexa baxayda ma maanaha anu shaaricu وخرج وحا كبحي بقولنا قول كان امري على وجه الالزام سي لازمين بالترك ان لا تغنى لا اسكو لازمين وحا بحي المكروه مكروه شارع وريبه لكن الزام الزام ما هنو حتى سميدان دنبي كاغا امام والمحرم شيء الله حرمي حق اثر كيسو كادله marka iyo xuqunki والمحرم شيء الله حرمي يثاب والاجر سيا تارك قفكه كتري اجر على قصينا امتثالا لكن وترفين امتثالا امر قاضي الشو ويستحق العقاب عقاب مضنا فاعله قفكم محرق مسميه حتى محرم كسو شرك يا غالما هي وخي غالما كير ان اسلامك لوغه بخي وخو مضنا عقاب فهو تحت مشيئه الله ويسمى وخا لوغه مغعابا هو محرمك مغعيالكي سوخ كشيغا محظورا مثل الديدي او ممنوعا مثل منعيه marka magacyalkaas la waleeyo ashar athalith mid ka sadexaya thalith kaaso min al ahkam ahkamti kamid ah ahkamta at taklifiyati taklifka loo nisbeeyay al muharram wa muharram
وفيه محرم كواحة كسوان أربع مسائل أفر مسألة معنى أفر وجه الله هذا الله إنه لا مسألة ظهورة إلى تحريف وقيحي بديسة وهو محرم في اللغة اللغة العربية ده حاله أهابي الممنوع وشيء للديني وقال العربية محرم على شيء للديني ومنهم ممنوع عاسو كميدة هذا قوله إلهي قول كيسا تعالى الله واصر رياه إلى أويري وحرمنا وأديدني عليه على موسى نبي الله موسى المرابع دمك وحنو تجري دمرك وحنو تجري وغان أنك أديدني معناها إلهي قدري ما هن نهي لسودكي أولا لي نبي موسى ما كوبا نانا يسكن نوغر وابا سقير ومركز مركز وابا سقير سقر لكن قدرهان إلهي وحو قدري يوصن أقبالي ناسخري وقدر تحقيس على قهر الله أمر كانوا أمر قدر أي وكان الشيخ أبا كل شيخ أي معنوه وحوهي منعناه مسوى أديدني من هنا الدمرك وحنوتينا في القدر قدر تحديثنا أديدني فرع له قدر إيو سنوبين وليس المراد وشيطة معها به تحريم كان لولا تشيطة التحريم الشرعي تحريم كي شرعي أو إنو نوغا حاران كأهد لولا تشيطة حاران كأهد إنو ناس كان نوغا عانا كتشقا من لولا تشيطة من لولا تشيطة سببت وحو كل لأنه موسى سبي سقير أها سبي جاسو لم يجري أسن كود دريسان وكسعون عليه كر كيسة قلم التكليف تكليف كقلم كيسة بالتحريم حرمت لغو كلفه ما بجارين بداء أو وحويان أساق الله كلفه وفي الاستلاحي وهو محرم كي في استلاحي استلاحي بحدي سحالة أهابي ما الذي كي وينها أو ربعان حقي الشارع على وجه الإلزام السي لازمين أهو الرياضي بالترك إلا قد تقلس كل لازمين فقولوا شيء قول كي سويري ما نهى عنه الشارع ووحي شارع الرياضي يحترزوا قول كاس وقو إسكاق إلعاني يحترزوا شيء قو إسكاق إلعاني به قول كاس عن الواجب واجب كي إسكاق إلعاني والمندوب مندوب كي إسكاق إلعاني لأنهما واجب كي مندوب كي مأمور به ما واب الله يسأمر إسكدين الله يسكر رياضي أيها اللي هو واب الله يسأمر والمباحي مباحي يسكا إلالنا عن الواجب والمندوب كعادة والمباحي مباحي يسكا إلالنا لأنه مباح غير مأمور وامدا ليس أمر بفعل سمينتيس ولا منهي عنه وامدا ليس كريبي مانا ليس كريبي مانا ليس أمر من حيث هو ما لم يشعر هذا ماذا ليس أمر مانا ليس كريبي وقول شيخ قول كيسوير على وجه الإلزام سلازم أو إحلا سكا كريبي يحترس شيء قوق إسكاك إلعالنا به قول كاسنا عن المكروه شيء كراهية ده لأنه مكروه وإن كان ولو كان هذا أهاده منهيا عنه مثل إسكاك ريبي إلا أنه مكروه ليس معها على وجه الإلزام في اللازم الإسكاك الريبي وقول شيخ قول في سويري بالترك إن لقد تغانا ليس كل لازمي متعلق وقوق تعلق بالإلزام وهو قول كاس أو بالترك زيادة بيان وعدين اسكت ديرات زيادة بيان عدين ديرات وي يغني وحا اغفل ناشيق او كدقية يغني وحا كدقية عن ها زيادة داس قولوا شيق قولك سويري ما النهاء نهاء داسا كفلا حايل النهاء معنيد وحاوين ترك الضرب انو كتاق على قد الضربي وي محايل اللي ان النهي النهي يقو ضرب ترك تكتين للضربي وي وتعريفات سيدي دانا تعريفاتك شأنه أرنك الإيجاز والصغارين بقدر الإمكان إن الله إنتي صورة قلقة وحالة هذا لفظ إرادة إن الله قدر محايلة سيدي دانا تعريفك أما الضابطك ولا قابية لا سيما وحن كسيتر أنه شيقة رحمه الله لما عرف مركو قيحي الواجب واجبك لم يقول مدهن على وجه الإلزام بالفعل كمدرين ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وكجوتي بالفعل إن الله سمعي اللي كل أزمي ما به معايا بالفعل ذلك اللي فهمه ما أمر ذلك فهمه إلا أمر وامحي وضلب الفعل سمعين لا تلبرون ذلك هل كسر اللي فهمه ذلك حق رسول صلى الله عليه وسلم والواجب واجب كنا هي والمحرم محرم متقابل على وسكي سورتيرة مرك لا تعرفنا إلا يسكو سرقوي على ربنا لا تعرف إلا يسكو سرقوي سيدان كاسبا بالفعل لوجود دارين كان نبي ترك وين لوجود دارين الثانية مسألة الله بيضاء ومحرم كالله قهد له أمثلة ومثال لديس منع الشارع الله شرع الدجيه وأديدي المكلفين ذات المكلفين تا من أشياء الشيء شيال أديدي لما لأجل ما شيء درتيس أديدي يترتب كرتب ما هو قدلنا عليها شيالك ومن المفاسد فساد يالك وح الله وح أديدي الله رسول كيسو ممان توت فسادة كجيري
marka fasad ka dhalan fasadkaas ama mid dunyowiy ahaado ama mid diini ahaado labada um mid baa ku jira marka fasad ku jira darteed uu uga reebay wa minha muharramat kama ashyada la reebay ayuu kamid ahaade wa minha ashyada la reebay ayuu kamid ahaade xuquuqul waliday labada waalido lagu caasi garoobo wa zina zinadi wa namimatu dadka la isku diro wa qatlu nafsi iya naf illa diru allati nafta haram allah ilahi haram tinimay illa bil haqq haqq lagu dilo maahan iya wa aklu kulli dhi naar mid kasto mi'i u saahib ah illa cuno oo minas waahid dugaag ah wax mi'i leh oo ku qareebto wax ku cuno dugaagna illa cuno shari'u waa diide iya wa mikhlabin wa aklu kulli dhi mikhlabin iddi u saahib ah dhammaantis illa cuno waa diide oo min dayr shimbira shimbir kasto idile oo ku karaabato wax ku dirato ayadana waa xaram waa qaacida intaas aad ahba oo qofka ku filan soo ma jeedin ilaa wixii nas sharci uu soo reebay ma han athalithatu masalada sadde hayda oo muharramka looga hadlo athar waa raakis macna xugumkiisa weyn al muharram muharram yunzaru wa la fiirina lahu muharramka min jeetayn laba dhinac laga fiirina al awwal jeeda horeeda min jeeti tarki haga ka tagida qofkii muharramka ka taga xugunkiisa ka tagida isbuu ka heleen wa huwa muharramku min hadhihi aljiha dhinacaas oo ka tagida aqsaamu wa qayba alawwal qaybta ugu horeeda qismu wa qayb qismiga soo yufaabu laga ajarsiina alayhi qismiga fa'iluhu qofka sameeyo qismiga koobaad waa qismi qofka sameeyo ajir laga siina ka tagida qofka sameeyo wuxuu sameeyna fa'iluhu fa'ilu tarki wi ka tagida qofka sameeyo ma aha fa'ilu muharram wa fa'ilu tarki ila tarki galabtigiis moqta waa amale san soo ogaanay marka qismiga koobaad qofka sameeyo waa laga ajir siina macnaha ka tagida koobaad qofka qaabkaas uga taga muharramaadka ajir laga siina الأول قسم واقف قسمك يثاب أجر لك سينا عليه قسمك فاعله قسمك صفقة سمية وهو قسمك أسو أترك وكتريد حرامت لك تقول امتثالا لأجل امتثال أمر قادة شد برادد لله إليه أمر قادة أفرتومه امتثالا أمر قادة شو لله إليه أمر قادة وتعبدا عبد له لله إليه أعبد قفك شيئا حرامت أسوه أود توبدي وأوودا ما كان سوسي إلهي هو عذاب دلقاب ساس وقتك زيندي وأوودا ما كان سوسي وقتك إلهي بكو عذاب دل منطق ودعب دراغالي منطقات كيس مردوف كويس كقارك لكن سوسي إلهي يكاد عام ساس وقتك مركا قفك شيئا محرم كأسقو أوودا وقتك يعبسي الله قفك سوحاوين أجر لغا سينا كتقدس أجر لغا سينا والإنسان إنسانك يثاب ولغا أجر سيا على ترك سيئات حمان يالك كتغدود إذا تركها مركو سيئات كتغو لله اللي ترتيس اغتغو على وجه الكراهة نئد ونعايو محرمات إيمانك على مديه سيكمدتها قفكو إنو محرمات نعبي اغو حدو يسان قفكو واح محرمات او سنمعين وعلامات قطر او تسيد قلبي سين إيمانك دماغ محرمات وقف من النبي او قف سنه او اركو وا ايمان ايات قران الشيغيده اه نف عايسغه او قف قلبي سكن نف عاد محرمات هو ايمان وا ايمان مركا نعيب النبي هو انو غتغو مركا سويري اذا تركها مركو سيئات كتغو لله الا درتس او غتغو على وجه الكراهه نف عايس ونف عايسنا لها محرماتك إيا والإمتناع كتشوغي منها محرماتك وكتشوغي إيا وكف النفس نفت وكعليو عنها محرماتك كما قال الله سيد إلهي يري تعالى إله واسر إياه إله وحو يري ولكن الله الله حبب إليكم وحو إني تعليسي الإيمان إيمانك مؤمنة إله الأدلة إيمانك وإني تعليسي قفك مؤمنك الضاعاتك إيمانك وتعلي وزينه إيمانك إلهي وقرحي في قلوبكم قلبيانك نكو قرحي وكره إلهي وإن النبعيسي إليكم إذن كمؤمنين تا الكفر قال لماذا والفسوق الضاعك بحا والإسيان معاصر العاصين تا إلهي إن النبعيسي ما كمؤمنين ونعاف إلهي لأن النبعيسي مؤمنك ونعبية كفر معاصر فسق الثاني قسم قلبات قسم واقع قسم يعاقب العقابة عليه قسمي قاس المكلف قفكم مكلفك حاران وكتك فيري
ما سمعين وانا العذابة قابك وقلت تقال لي عذابة ما حاط وقتك الله ما هست يقولوا كتل والي ربي لكن قابك وقلت تقال قابحون قاب كاس والي عذابة فيري ما سمعين انت حرام فيه فمثلا مهم وهو قسم قانو اترك وكتجد لغير الله القدس لغته إلهي غير كسي وقتل حمانتا إلهي وين أقمتني لكن ده درتيس وقتل هي ضنكالي لابن نقنا إلهي درتيس وقمتني خياء وقتل كو انت كد داري وقيد والب أكره حرام في واي أسوف تقلوه ده أسوى واحد منه صميم لابن أسوى ربعين أسوى قبطة لابن أسوى اللي عذابة مركز وهو قسم قاس الترك والتجد لغير الله إلا قيد سلوغته لأن ترك تركه فعل وفعل وقت تركه وفعل مثلا سوسمانا أغاني تركه وفعل ومن فعل قفك سمي شيئا شيء لغير الله إلا قيد كيس السمية أو وأشرك لو ذاتي معه عليه غيره قيد كيس لو ذاتي عقبة شرك قاس والله عقابة خياء يستوسوس معصبا وتك وكذا سيدوك لوحا لمطأ من تركه قفك كتغي معصدي عجسا لأجل عجس تبار ضهر الدرادد وأوودي وي عجس وحالي رضا وحي مركات كرويدو مركات كرويدو أوودي ويدو وآذن سمعي كريم بعد بذل أسباب الفعل فعلك أسباب تيسي مركو بحيي كاكبا واد بحيي أوودي وخص سمعي له واد بحيي واد ذلك أوودي وي حديثك وحاوي البخاري إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار في لبن مسلم بيت قالما كل دليل يك واحد لبا أهل النار النار المديه نار المديه يعني هذا وجلاين ما تيدونا إنه وجلاين إذا هكوا أبى المرينا عدل جيس تودون إليه واحد فكرة لكن نار المتهم مركز سيدة طيب محكا فيري النبي قام حالة ويدي هذا القاتل فما بالو مقتول عليه قرانا كانوا مسلم ودلوا فعلوا سمييي حرام ساسو النار تكون مطي ميت كان لدلوا فعل حرام ماذا سمينا حكم مطي وي سمييي ووامحي إنه كان حريصا على قتل ساحبه فيري ودى ذلك وودوا وكفريس سيدي أساقوا سمييي اللي عذابا وكذلك حديث النبي قدت أفر طوو قيبي النبي صلى الله عليه وسلم قدت هو أفر تنحيهين قف إلهي مال نسيي علم نسيي مال كوحو كما مرا علمي ناش ألا يلكم بيحي وكم بيحي نماشا كله كتشوه وضبتك أنه قير فر قف كاللبات وقف إلهي علم نسيي مال نقوصي مركز وحولي هدي إلهي مال إسيي لحا وحان كم بيحي لناش هبل كاس كم بيحي نعم علمي جيوها يستا ما بيحي رأسوه لأجرقي مانا سمعين أنادي لكن ويه تمني سمع ولا أجرقي جولي نبي صلى الله كان صدحات وقف إلهي وين مال أوصي علم نقوصي مالك هو ودي سكم مامولا دو كوزين السلام كنت ملا دو ضدك الليلها دو وحكو فساهدي لها دو الله قبيل سكولات ديرها مال الله ماشي الشرع هو إذا كسير نفتي سؤال وعدتك كان وش ربلا طوفا علم من الله سين مالنا لسين كان أفراد ما بيوحو رسول الله عليه وسلم واقف إلى هاي مالنا مصير علمنا مصير مركز ويوحو ليه حبا مال هي لها سينا كان قلت ملا ما بيوى لدن بيقليو نحن ما هيات هو أحمد كان نعس كهو وان نعس ومسكع إقامة فيه وحنا ما هيو دمبينا وكلامنا مركز قفكو حمان تهدو قوان صدو انو سمييو وحوين والو قرى ما هدو اوودو وي انو قيلو مان تربي جيت بير يجيت قام وريدي 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 وصلا قرحة قرحة واسوو قيلا عاو قرى حيري اوود اسوو ما هكلان الموقت انو الهي عاسي عاو قوان صدو لكن تبرت او ديدي مركز وان نوع عاسي الثالث قسمك صدحات او حاران تقفو مركو كتر او نغكرو قسمك صدحات قسم وقسم قسمك لا يثاب عليه ان اجر لغسيني ولا يعاقب ان لون عقابه وقسم حاران تواكتك اجرنا لغسيما وحوين لون عقابه ومحوية وهو كاسو ترك من قفك تقديس ويه لم يخضر او سنكود لبعين بباله قلبه سفعل المحرم حاران انو سميه وليس قلبه سكما صوت بعين وليس كما صوت بعين اد وحوين دروغ عكو ما هو كسر دين سو تشوق سكدين ها لا حدا نهد حرام ما بسمعين إلهي درت سوق تجين ما بدين إلا مية وإن تمعض ناس عملوا إنه جماد أشر ما القسم وادي أدم أتكتك تي شيء عن دروغة ذا أشر كسر مسيلة ديما مرك أشر ما القسم ما دم اللوغة قريمة وغير الشيقو بل إسكت ده هو أسوق بمنزلة مع قفر ده ولا مدي هي وظيف للصقير قفر ده ما لليه ويحدون كده عيوة ما هي مفين تور ده ويحد عيوة حلقة سيما عساقة تاسو للميديا مرة ويه
الثاني جهاد الله بعض حرام تلوجه هذلا من جهة الفعل وين حاجة سمين تقفك السمية يستحق وحمضنا العقاب عقاب فاعله قفك محرم السمية وقد يعاقب إلا عقاب وادعكرتا وقد يعفو الله إله إنه عفينا وانا عدا عن حقيس لكن ومحرم كسوكي الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتعبير المصنف مصنف كتعبير كيسة بيستحق العقاب فاعله وعبري أحسن تعبير كيسة كوناك بدن من التعبير تعبير كالعبره بيعاقب فاعله والعقاب لما شيء درتي سيقول وناك سنتهي تقدم كل صهر مري في الواجب وأهل لأنه لا يتمشى مع عقيدة أهل السنة والجماعة ويستثنى واحد لقى سؤال ريبه من ذلك استحقاق العقاب استحقاق العقاب كالوحرين ويستثنى واحد لقى سؤال ريبه من ذلك عقاب مضاشدة ما لو وجد هذه الله مانع شيء جديد من العقاب عقاب وقفك انت السنية حرامتي إنه سحط عقاب مضنين على بعض وما هي من كالجهل وبك جهل ما بقى إله إنه ريبه والإكراه والغد الرقية والنسيان واحد ما الرابع أسماؤه محرم كما عيال كيسا يطلق ولا إطلاقا على الحرام حرامتا أسماء مقعيال محرم يا حرام الله رسوله يطلق ولا إطلاقا على الحرام حرامتا أسماء مقعيال منها أسماء داس أيو كمدا هذي المحظور شيء للديدي والممنوع شيء للديدي والمعصية معصيتي والسيئة الدنبي والذنب دنبي مركا شمتا مقعب سقالي ومن أسمائه تنا لكن أجائب الله ومن أسمائه محرم كما عيال كيسو كميد هذا المكروه حق لسان وشرعي استلاحة ما لسان كشرعي يا لسان كسرف كبه وحا كسو كان شيء حرامه كراهية لدي وكسو كان مركا داد ان كراهية عرقته كراهية دي مصطلحة أتكون تقين استلاحة فوق هذا كليا هنا يسكاها عيسا وإنه أقارته كما يدل سيد توصي عليه كركيس قوله إلهي كركيس تعالى الله واصر رياه بعد أن ذكر إله مركو الشيخ كقضال جملة قيب أو من المحرمات كمدة قيب الضضان المحرمات الشيخ وحوية آيات سورة وحوية إسراء يكسر بالله بني وقضى ربك أولي بأيدي كسر يكسر بالله بني مركة إله شم إيا الله باتن مسألة الله قهد آياتك شم إيا الله باتن مسألة لكن شم إيا الله باتن كمسألة قارة مأمورة قارة ومن هي كوة من هيات كها مركز سيقار إلهي وشيغ فيري إلى وقل سبحانه كل ذلك كان لصوه شيغ دمانتيس كان وقل هذا يسيه كيس حمو مكروها مثل النعيب عند ربك هذا وانا شرك لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا نكسو بلا بني مركز شرك يا كمدها ليد مسلمة كمدها عرور تدول الدلاء كمدها زند يا كمدها وحاصر أما كمدها مكروها إلهي كنت المعنى هذا ما حين سوغاني وكرها إليكم الكفر والفسوق وكرها وكرهية صومها قال لمن هو مركا القرآن يا سنة يا ألفاظ السلف كواحد كتير تكرهها أيضا الله عبرها واحد لقى حط لنا وياهي شيء حرام هو محرم هو قطعي تاسونا مركا مسلك مركا كرهها كصدرة تطي استلاحة فوق هذا هكو حنباري وإطلاق المكروه مكروه إن لقوا إطلاقه على المحرم كثير وكبدا في ألفاظ السلف ألفاظ السلف ومنه إطلاقه سكمد هذا طول الإمام أحمد وير اكره وان ابي الصلاه صلاه ان لو تغدى في المقابر قبورها دحيف قال او waxaa weyn fuqada kamida waxay moodeen istilaahi mutaakhirinta markaasina qabura in lagu tugo xogaa waa kareey waa laga rooyin waa sala isaga tuka kara mana saas nahay ada ku soo aroo la tusallu ila alqubur nabi sallallahu alayhi wa akrahu wan abahay u yiri imaam ahmed al akl in wax lagu cuno fi aaniyati dhahab wa fidda wa masail qat'iyah in haramta in weel dhahab iyo weel fidda wax lagu cuno waa naciba وهما لبداس او اه ان قبره لو توكدو اي ان ويل ذهب واخ لو قنه يا فطا محرمه ولا با حرمتين عنده وحتى امام احمد اكتيس حرام منهم امسين وذلك تعبير كاس او كره هذا كعبيره تادبا حاصل واسناده تادبا لاجل التادب ادب قادش دراد مع القران قرانك كيف قادنا قرانك سي او ادب قادنا في قوله او ادب قادنا او اله او يري ولا تقولوا حدهننا لما في درتيسه تصفوا آيات المام أيضا على سنتكم عربية الكين الكذبة بين هذا كان حلال وحلال وهذا كان حرام وحرام ساسا بهننا لتفتروا إنا بين أبورتان أيها كدلان إذا مركز على الله إليك كيسات كبين أبورتان الكذبة بين إن الذين ضدك يفترون بين أبورتا على الله إليك كيسات الكذبة بين لا يفلحون من ليبانا آيات هاسي أسلف كواحف سجرين إن شيئاً الله حلال كرينا حلال يرهدان أما شيئاً الله حرام كرينا حرام يرهدان مركاسي أدوحي بأحرب كودك إلى ليجرين هذا حلال وهذا حرام بضعنا عبا
ilaa hadda qadciyad iska go'an maahan marka sidaas dhii jireen akrahu kada waxa weyn waa xibbu kada ay aad ugu badan yahay alfaad shafiic ku jirta kan xadii ku jirta ee karaahidan oo mustalaha ee dambe mutaakhirinta mar walba lagu ma xambaaro hadalkooda dad badan ay fahamkaas ku gafay.